بعنوان المواطنة والدستور من تصميم التلميذ منصف بن زرقين ابن ولاية ورقلة. تنطلق عملية بيع هذه الطوابع اليوم على مستوى جميع المكاتب الرئيسية للتراب الوطني وتعمل في يوم السبت إن شاء الله. صدر هذا الطابع في 200 ألف نسخة مرفوقة بنشرية خاصة في 4 لغات، وتوفر مؤسسة بريد الجزائر البيع الإلكتروني لهذا الطابع البريدي على موقعها الإلكتروني infilatili.post.dz. شكرا والسلام عليكم.